ان الانسان خطاء بطبعه والواجب على المسلم ان وقع في الخطا ان يسارع الى التوبه والاستغفار فالله تعالى يفرح بتوبه عبده اذا تاب اليه ففي الحديث لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم اذا استيقظ على بعيره قد اضله بارض فلاه وعلى المسلم ان يحذر من ذنوب الخلوات فالله تعالى قد ذم من يستخفي بذنبه من الناس ولا يستخفي من الله قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذنوب الخلوه فقال لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضا فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ويتخلص المسلم من ذنوب الخلوات بأمور، منها الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع إليه، أن يصرف عنه الذنوب والمعاصي، مجاهدة النفس ودفع وسوستها، ومحاولة تزكيتها بطاعة الله. اجتناب العزلة والخلوة قدر الامكان، ومخالطة الصالحين والأخيار. استشعار مراقبة الله تعالى، وأنه مطلع على المسلم في كل حال. أن يتخيل المسلم من يجلهم ويحترمهم ينظرون إليه وهو يفعل ذلك الذنب، فيستشعر استحياءه من الله أكثر من استحيائه من الخلق. ففي الحديث واستحي من الله استحياءك رجلا من اهلك تذكر الموت لو انه جاءه وهو في حال فعل المعصيه وارتكاب الذنب فكيف يقابل ربه وهو في تلك الحال تذكر ما اعده الله لعباده المتقين وما توعد به العصاه والمذنبين ولله در من قال اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما يخفى عليه يغيب